المرأة جماعة، المرأة الله قال وقرن في بيوتكن، المرأة دي في بيتها، والمرأة مباح لها التجارة، لكن التجارة بالضوابط الشرعية. المرأة أصلا تقعد في بيتها، يحتاجت للمال أو كذا وزوجها ممكن فيها، والمهم هي محتاجة فتذهب وتعمل، لكن بالضوابط الشرعية، من غير أن تقع في خلوة أو 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 إلى آخره، أو تتبرج أو إلى آخره. جاء مشت السوق شالت لا كسرة، لابسة الزي الشرعي، باعته قدام، باعته قدام الناس، والناس هذا شايفين، ما في خلوة، ما في لخبطة، ما في كذا. أما زول شغال البت تمشي المكاتب زي الحالة اللي بنشوفه الآن والذي نعاني منه الآن نحن، هذا والله لا يفتي بجوازه إلا جاهل. تمشي مكتب تخش يقول لك يا أخي والله شغلتك دي فوق، تمشي فوق تطلع فوق تلقى البيت والولد قاعدين جنب بعض ويشربوا الشاي سوا، والطابق الفوق بعد العصر بيقعدوا براهم ما في زول تاني، والشاي طاعم وما طاعم وجنزبيله كثير والشيطان قاعد ولخبته. بعد شوية كاميرات وناس كتار، قبل أيام والله بتكلم مع واحد قال لي كنت شغال في مصنع، ناس كتار قال لي يقبضون بكاميرات المراقبة دي، ملخبطين الشغلة وما محتاجات ذاته، بنات مرقن ما محتاج قروش، كلها معديها في الحاجات اللي في وشها دي، ما محتاجين لقروش ولا لغيره، ولخبطة وقاعدين في المكاتب سوا ويخلوا سوا ويتونسوا ويضحكوا. وأنا والدنائر ده مشينا مرة دارنا طلع لنا المهم اسمها شنو تذكرة، دارنا نتخارج كنا برا ونجي عمره الله يتقبل، مشينا الزول شغال داري يودع البنت، والله يتسالموا كذا لما يتطفجوا سوا، قلت له هذول خارج هذول نبقى في العمرة ولا نبقى في، يتطفجوا سوا والله الذي لا إله غيره. صلينا العصر بعدها لا خشى عنا ولا أنا، دي لها كفوة يا أخي، دي المصائب ما تفيقوا بيت زي دي تشغلها وكذي، بيت زوجتها تلزم بيت الحمد لله، وانت تشتغل في السوق. الله قال في القرآن عن آدم عليه السلام وحواء، قال فتشقى لما نخرجوا من الجنة، قال فتشقى ما قال فتشقيا، فتشقى هذا الرجل هو اللي بيمرق السوق يشتغل والله بعد ذاك يرزقه. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالرجل دول بيمشي بيشتغل وبيجي. أما المرأة إذا احتاجت للشغل واحتاجت إلى المال وكذا، بعد ذاك بجوز لها تمشي تشتغل في محل ما فيه يعني خلوة بالرجال ولا فيه يعني محظورات شرعية وكذا وكذا، زي ناس كتار الآن، زي مرة واحدة في الحصيصة شغالة في شاي ومرة محترمة، جاء واحد سافل بحكم هي شغالة في الشاي، ما أي واحدة شغالة شاي يعني كعب محترمة ومؤدبة المهم ديك، فجاء المجرم جاء بعدين شرب الشاي وبقى يشاغل فيها، وداه كلام كعب، شالت الكوريك، كلمني واحد من أخواننا هناك اسمه نجم الدين، شالت الكوريك ادته في ظهره في راسه، قالت لي قال اي واحد بتمرق تشتغل شاي، بقت تبكي، هي مره محترمه، قالت لي زول اي مره بتمرق تشتغل، قالت لي قايله يعني كعبه ولا كذا ولا كذا، في النهايه الحمد لله الناس وقفوا معاه. فلذلك انت بالضوابط الشرعيه معليش، والضوابط الشرعيه دي ما الموجوده الان، الشغل الموجود الان في المكاتب ده وفي بعض المؤسسات الخاصه الى اخره، فدي ما بجوز، ده فيه خلوه وفيه اختلاط بالرجال يعني وفيه ما فيه من المحظورات. أما كونه تجيب لها حاجات هدوم تبيعها في بيتها أو في السوق في محل معين والناس هذا الشغلة واضحة وظاهرة وما فيها ريبة، فده أمر آخر.